رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة. وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة رعاية للأطفال حديث الولادة. وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليوناني حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون. شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الثامن لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، وذلك خلال حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الصينية بكين على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي مراسم توقيع عقد مشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر. وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة البروم، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 120 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكية. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إطلاق مبادرة رعاية خلال الفترة من سبتمبر الجاري إلى ديسمبر 2025، وذلك لتحسين إجراءات مكافحة العدوى بالرعايات المركزة للأطفال حديث الولادة على مستوى محافظات الجمهورية، والمقرر تفعيلها الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان مع قيادات الوزارة ومديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات. أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها، لا سيما في ظل النقلة النوعية التي تشهدها حاليا، وتأسيسا على الروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذي أسهم في توسيع نطاق المصلحة المشتركة. جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا أجراه وزير الخارجية مع وزير خارجية اليونان.